خساره يا اهلي، خسرت نفسك في توقيت مش في صالحك. كان لازم البدايه تكون بدايه قويه، دي بدايه موسم جديد. الكل كان متوقع انك هتبدا الموسم ببطوله، لكن للاسف لو هنتكلم عن المباراه فكان فيها اخطاء كثيره جدا، حتى التحكيم كان سيء جدا، لكن ده برده ما يعفيش انك فرطت في الفوز. ايه السبب اللي ما يكونش لا في روح ولا اصرار على المكسب؟ انت حاولت بس محاولاتك ما كانتش مدروسه. هنرجع نقول اللي حصل حصل وخلاص، عايزين اللي جاي يكون افضل. مهما كنت كبير يا اهلي مفيش مكسب من غير اصرار وروح، جمهور الاهلي يستحق كده. انت نادي كبير ولاعيبه عملت شغل جامد جدا الموسم اللي فات، لازم نرجع لنفس الاداء واعلى منه كمان. اما عن تحليل المباراه، بدا كولر بتشكيله 4-3-3، في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيع، محمد هاني، في نص الملعب مروان عطيه، علي زنج، امام عاشور، في الثلاثي الهجومي حسين الشحات، رضا سليم، راس حربه، محمود كهربا. وبالنسبه للتشكيله من وجهه نظر ناس كتيره كان لازم قفشه هو اللي يبدا مكان امام عاشور. ليه؟ لان قفشه صانع العاب، امام عاشور مش صانع العاب. ماتش زي ده كان محتاج له صانع العاب. مشكله كولر ان التبديلات كانت متاخره وكانت غلط، يعني ليه نزل قفشه وطاهر في الدقيقه 79؟ هيلحقوا يعملوا ايه؟ وبالنسبه للتبديلات اللي كانت غلط، فليه خرج مروان عطيه ونزل بيرسي تاو؟ ليه خرج رضا سليم وينزل صلاح محسن؟ وفين احمد عبد القادر؟ ماتش زي ده كان عايز يكون موجود فيه، ليه مستبعد بره القايمه اصلا؟ عشان كان في لعيبه بره الفورمه زي حسين الشحات وعلي معلول، واللعيبه اللي كانت في الفورمه كان الشناوي وعبد المنعم وربيعه ومحمد هاني واليو ديانج اللي اخذ جائزه مان اوف ذا ماتش. وكمان التحكيم اللي كان سيء جدا، يعني ليه دي تتحسب اتاحه فرصه وما تتحسبش ضربه جزاء؟ يعني دي مش ضربه جزاء؟ ليه الحكم ما صفرش؟ ليه الفار ما استدعاش الحكم؟ وبالنسبه للناس اللي هاجمت امام عاشور، هو ذنبه ايه؟ امام عاشور مش صانع العاب، هو المفروض ما كانش يبدا المباراه، المفروض كان قفش هو اللي يبدا بعد كده يحصل تبديل امام عاشور، او الاثنين يفضلوا في نفس الملعب. يعني انا قلت امام عاشور وكهربا اكيد هيكون في اهداف، بس ده ما حصلش للاسف. وكان نفسي اطلع اقول الف مبروك للنادي الاهلي، بس للاسف هارد لك للنادي الاهلي، هارد لك لجمهور النادي الاهلي. وان شاء الله يا اهلي يوم الثلاثاء جاي تفرحنا وتبدا دوري بفوز، مش عايزين لا تعادل ولا هزيمه، عايزينك ترجع لادائك اللي احنا متعودين عليه واحسن كمان، عايزينك تفرح جمهور النادي الاهلي. مش معنى اللي احنا خسرنا بطوله ان خلاص كده الاهلي، لا، نادي الاهلي كبير وهيفضل كبير، كل اللي جاي ان شاء الله هيكون فوز واداء عالي للفريق وتشكيله مظبوطه من كولر. يخسر 9، يخسر 10، يخسر 11، يهبط للدرجه الثانيه، ينزل الدرجه الخامسه، يصبح في نادي الهواد، ولكن يبقى سيد المحترفين. انتماء قصه عشق اكثر من مجرد نادي، ليست حكايه نتائج ولا حكايه